بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة هي الجزء الثاني للدايركت ريتينر. عندي فت قاعدة مهمة أو بيولوجيكال كونسبت اللي هي المينيمال كفرج. مينيمال كفرج المنو للميوكوزا without affect stability and retention and support. يعني الديزاين مالتي ايش قد ما اقدر اني اقلله، اسوي سمبل ديزاين زين، كل ما اخليه بس يعني بشرط انه هذه انه من اقل الديزاين مالتي ما ياثر لا على ريتنشن ولا على سبورت ولا على ستابيليتي. يعني كل اخلي ببالي كل ما انا راح اخلي تغطيه اكثر للميوكوزا راح يكون عندي فود ستاجنيشن اكثر زين. واذا اضطريت انه اني ويندو بتوين تو بارت اوف دنتشر ماست ميك it by some dimension. إذا يعني اضطريت إنه أخلي فتحات بين أي جزئين من ال partial denture، فالمفروض هذه الويندو اللي أسويها ما تقل مساحتها أو حجمها ما يقل عن 1.5 مليم بالميجر كونكتر. وإذا كانت الماينر مستعملة أني أكثر من ماينر كونكتر، فأقل مسافة بيناتهم المفروض تكون عندي 7 مليم. نرجع للموضوع مالتنا اللي هو الريتينر، دايركت ريتينر والكلاسب. اليوم راح نتكلم على انواع الكلاسب. كلاس ماي بي كلاسيفايد انتو تو تايبس، سيركمفرنشال او اسميه الاوكلوزال ابروتش او سوبرا بلج او البول تايب او سميه هو الايكر. وهاي التسميات سبق وان ناقشناها كلها بالمحاضره اللي فاتت. النوع الثاني اللي هو بار او روتش اللي جنجايفل ابروتش او انفرا بولج او بوش تايب كلاس. اوكيجنالي ابروتش مور توث مور تيث كفرج، سو فود ستاجنيشن كاريز اند ليس استاتيك. كل ما كان تغطيه الكلاس مالتي على التوث او الاوكلوزال ابروتش كلاس اذا اريد اقارن بالبار كميه تغطيه للتوث راح تكون اكثر، اغطي مساحه سطحيه على توث اكثر. يعني شنو؟ يعني عرضه للفود ستاجنيشن اكثر وعرضه للكاريز اكثر مقارنه بالجنجايفل ابروتش. اضافه الى انه الجنجايفل ابروتش يكون استاتيك اكثر من الاوكلوجال ابروتش او الكلاسب العادي. ليش؟ لانه على الجنجايفل ابروتش صاير جايني من جهه التشو جنجايفلي يصير للاسنان، وتقريبا اكثر الناس عندهم هاي المنطقه مغطاه بواسطه اللب فيكون less visible، لذلك يكون اعتبر اني استاتيك اكثر. ناخذ نبدي بالاوكلوزال ابروتش او سميناه circumferential clasp. قواعد حتى اقدر استعمل هذا النوع من الكلاسب: retentive clasp arm should originate occlusally and terminate one third and its terminal one third should position below the height of contour اللي هو retentive arm، وناقشناه يعني بالمحاضرة اللي فاتت. لازم يمشي فوق ال height of contour فقط ال retentive tip اللي هو terminal one third، هذه تدخل جوا ال height of contour. لازم دائما ال height of contour أو ال retentive tip مالته ال point مالته باتجاه ال occlusal surface، دائما اتجاهها يعني تنزل تحت ال height of contour لكن اتجاهها occlusally. Retentive tip should terminate at medial or distal line angle. لازم تنتهي بهاي المنطقة. Must be tapered to tip from its origin to يعني احنا شفناها من منطقة الشولدر يبدي يصير تايبر، يقل الدايميتر مالته إلى حد يوصل أقل دايميتر عند التب مالت retentive arm. The clasp arm should keep as low on tooth as possible for mechanical and aesthetic advantages. إيش قد ما أقدر أخلي البوزيشن مالته low، بس أنا من اللي يحكمني ال height of contour. But far away gingival margin by 1 mm at least to prevent bulk accumulation and prevent gingival inflammation. صحيح أني أريد يكون قريب على السيرفايكال أريا على مود أستاتيك أحلى، بس أخليه لازم away from the free gingival margin لأنه يسوي البلاك اكوميليشن يسوي الجنجيفايتس وهاي المشاكل اللي راح تتعلق وياها. الايكر السيمبل سيركلت
كلاس اللي هو هذا درسناه، شفنا الصور مالته مال الشولدر ورسم بلوكر ارم روتين تف ارم سمبل سيركت كلاس، هو ريجيد كلاس. سو شود بي كلاس اوف تشويس فور توث سبورتد بارشال دنتشر. هسه راح الكلاسبات راح لما ندرسها ناخذها بالتفصيل، ناخذ الشكل مالتها ونعرف كمية الفلكسيبلتي ونعرف نستعملها ويا اي كلاس من كلاسيفيكيشن. الايكر هذا النوع ريجيد كلاس، فالريجيد كلاس اني احتاجه ويا كلاس 1 كلاس 3 وكلاس 4. كلاس 3 وكلاس 4 بيها ميزة انه هذه كلاسين تو سبورتد. احنا حسب الكلاسيفيكيشن مالت الكندي نحدد نوع الكلاس اللي نحتاجه، كلاس 1 وكلاس 2 اللي هي توث تشو سبورتد. هذا ما يصير النوعين استعمل وياهن ريجيد كلاس، او لازم اذا استعملت ريجيد كلاس لازم بعد ويا اخلي دايركت ريتينر وستريس بريكر وهاي السوالف. فما يصير اني استعمل ريجيد كلاس بالوحده بكلاس 1 و 2 لانه راح ينقل الضغط كليته على توث ويأثر ينطيني هارمفول افكت على التوث، لانه عندي سوفت تيشو ميوكوزا وعندي توث، يعني عندي ديفرنس بالكومبرسيبلتي بين التوث بين السوفت تيشو. فالكلاس اللي استعمله بهاي الحاله لازم يكون مو ريجيد. الكلاس بالريجيد استعمله في حاله كلاس 3 وكلاس 4. فالايكر هو ريجيد كلاس زين، لذلك اني هو الكلاس اوف تشويس بالتوث سبورتد اللي هو كلاس 3 وكلاس 4 because it fulfills the requirement of support, stability, reciprocation, encirclement and passive than other type of class. يحقق لي كل الشروط اللي اريدها اني من الكلاس في حاله انه tooth supported. ايضا indicated to use when tooth are favorable condition and can be used in free and saddle but by using stress breaker. يعني قلنا استعمله في حالات كلاس 1 وكلاس 2، لكن اذا عندي اضيف لفت شغله اسمها ستريس بريكر مو بروحه. ف cannot be used in case of free and saddle alone لانه راح قلنا ياثر على التوث، ترك التوث اخسر التوث، يحمل التوث اكثر من طاقته واخسر. الريست مالته تكون بالنير زون، قصدي شنو النير زون؟ قصدي يعني قريب على السدل الموجود يمها، المنطقه اللي مفقوده بها الاسنان. الريتينتيف ارم فار زون يعني ياخذ الاندر كات اللي هي بعيده عن المنطقه السدل اللي ما بها اسنان. والريسبروكال ارم يجي لينجوالي فوق السيرفي لاين زين، ياخذ الاندر كات مثل ما قلنا اللي هي من الجهه البعيده عن السدل، يعني البعيده عن مكان الاسنان المقلوعه. الليميتيشن لاستعمال هذا النوع، الكلاس tend to increase the circumference of the crown which interfere with physiologic stimulation of the gingival tissue. راح ينطيلي يعرض لي يعني انا شوفوا تغطيتي للكراون، كمية التغطية مغطيتها الكراون راح يصير اعرض زين، اني فد الفسيولوجيكال يعني stimulation مالت التوث كسلف كلينزينج اريا، كتعامل التانج مع التوث بهاي المنطقة راح يتغير عندي لانه راح ازيد العرض مالت التوث. لو اني مستعمله الكروس سكشن مالته هالف راوند نص دائره كان بي ادجستد اونلي ان بوكولينجوال دايركشن نوت ان اوكلوزو جنجايفال دايركشن. يعني شنو هذا؟ هذا شوفوا لي اني هذا نص هالف راوند شيب، هذا نص دائره بالكروس سكشن. هذا لما اجي البسه للبيشنت اني وحسيته شويه يعني تايت صاير عليه ضاب التوث، اريد شويه ارخي او بالعكس اريد شويه اضبه، احنا يعني نحركه بس فد كميه قليله كلش الزمه. اتجاه التحريك مالتي لازم يكون فقط بالباكو لينجوالي بهذا الاتجاه، يعني من البكال لللينجوال، ما يصير من فوق لي جوه احركه، لا احركه من البكال لللينجوال. The interior of the mouth, it isn't always acceptable from aesthetic standpoint. لأنه شوفوا لي راح يغطي كمية كبيرة من السن، وأول ما البيشنت يضحك ويحكي يبين ذاك وينه يلمع بحلقه، ف
فالافضل او مو مفضل استعماله بالاستاتيك زون، تكبر مور توث سيرفيس. يعني شنو معناتها؟ لما الكلاس بيغطي لي مساحه سطحيه اكبر على التوث سيرفيس، معناتها احتماليه الكاريز اللي راح تصير عندي بالتوث اكثر. زين، في حاله انه هذا الكلاس هو هذا السيركمفرنشال او الايكر، قلنا الريست مالته تصير قريبه على الصدل وياخذ الاندر كات البعيده عن الصدل. زين، بس اذا انا مستعملته ويا الفري اند صدر، الميوكوزا الكومبريسيبلتي مالت الميوكوزا تختلف عن كومبريسيبلتي مالت التوث، فالميوكوزا تنضغط اكثر من التوث، فوين تصير الحركه عندي؟ تصير بالكلاس باللي هو هذا بالريتنتف، راح يدفع التوث اكثر. شوفوا اتجاه السهم يدفع التوث اكثر، مره على مره على مره، يعني حركه على حركه على حركه، راح يصير عندي التورك بالتوث موبيلتي واخسر هذا التوث. زين، يصير عندي فالكرم بالضبط مثل القاعده مالت الميزان. شوفوا هذا الميزان مالتي، لما يقعد واحد، شنو احنا من اطفال يقعد واحد سمين، الرفيع الضعيف راح يطلع لي فوق، السمين او المنطقه الكومبريسبل اللي هنا الميوكوزا انضغطت فراح يرتفع من الجهه المعاكسه لها، وين يدفع؟ يضغط لي، يضغط لي على الهايت اوف كونتور اللي هو هذا المكان. زين، فلذلك انا ما استعمل واحدة، استعمله مع شيء ثاني، بعدين راح نتعرف شنو هو. النوع الثاني عندي ريفيرس ايكر كلاس اللي هو ريفيرس سيركلت، مشابه له بس اتجاهه معكوس. يوز وان ريتنتيف اندر كات لوكيت نير تو ذا سادل، يعني الاندر كات جبت الكاست وسويت له سيرفينج، لقيت الاندر كات اللي المفروض استعملها اني موجوده قريبه على السادل، فما اقدر استعمل هذا النوع، راح استعمل اللي هو ريفيرس ايكر. فالريست وين تكون موجوده؟ اخليها ميجيال ريست، يعني يعني ميجيالي للتوث، ديستالي للصدر، بعيده عن الصدر. الريتنتيف ارم راح تجي لي قريبه على الصدر. الريسبروكال ارم اللينجوال ارم مالته تكون فوق السيرفي لاين. هذا شو وقت استعمله؟ هذا استعمله اقدر بالديستال اكستنشن بيسز اللي هي فري اند صدر، لانه control stress transmitted to the abutment tooth because the stress breaker like action، يعطيني فشي نسميه stress breaking like action، فيعني ما يقلل ال harmful effect على التوث، مو مثل بالحالة الأولى. During tissue ward movement the retentive tip rotate gingivally to engage more undercut، لما يصير عندي tissue ward movement زين راح تدخل بالاندر كات اكثر، ما راح تدخل تضغط لي على السيرفي لاين. خلينا نشوفها بالصوره هنا نرجع لها. نفسها هذه هي الريست، هنا موجوده ميجيالي للصدر. زين، اذا انا خليتها ميجيالي للتوث، خليتها الريست هنا والريتنتيف ارم راح يطلع منها ياخذ الاندر كات اللي هي موجوده هوايه هنا، فلما يجيني ضغط على هاي المنطقة الدنشر راح يفتر بهذا اتجاه الضغط، ما راح يفتر من ناية. زين، عن الريتنتيف تيب وين موجودة؟ موجودة هنا. ايش راح يصير معناتها؟ راح تنزل الريتنتيف باتجاه الجنجفة، يعني تدخل اكثر بالاندر كات، تبتعد عن السيرفي لاين، يعني بالعكس ما راح اتسلط لي ضغط لان راح تبتعد عن السيرفي لاين اكثر، فبذلك احافظ على التوث اكثر بهاي المنطقة. During tissue away movement it engage the undercut to give retention، راح تنزل بالاندركات اكثر وتعطيني ريتنشن احسن. Use if gingivally approach clasp is contraindicated as in case of severe tissue undercut or insufficient sulcus، شو وقت استعملها؟ لما ما اقدر اجيب الجنجايفال ابروتشنج كلاس بهاي المنطقه، اكو جنجايفال ابروتش راح يمشي فوق الميوكوزا فوق الجنجيفا، فاذا عندي اندر كات اني ما اقدر اخلي بهاي فوقها يعبرها، فاستعمل هذا النوع. ادفانتجز الى ميجيال ريست، فالليفر اكشن اللي شفناها الفالكرم مثل حاله هذا الميزان قلنا اللي نصعد بيه واحنا اطفال، راح يحولها يلغيها ما يسويها ليفر 1، يحولها كلاس 3 تو ليفر، فيقلل الروتيشنال فورس على التوث مثل ما شرحناها هسه بالصورة، يحافظ على التوث اكثر، يزيد السبورت ويقلل ديستال ديسبليسمنت.
verticalization of force by direct force perpendicular to the ridge. زين فتجيني الفورس عمودية على الرج معناتها ال resorption أقل يكون. و prevent torque to the tooth. disadvantages إلها medial rest doesn't protect the marginal gingiva adjacent to the abutment. إحنا شفناها كل ما يصير عندي ضغط تنزل الميوكوزا posteriorly قلنا هذا ال retentive tip تتحرك باتجاه الاندركات باتجاه الجنجايف سيرفايكالي يعني باتجاه الجنجيفا معناتها ممكن تسوي لي الروتيشن للجنجيفا وتأذيها بهاي المنطقة زين خصوصا اذا الاكل تجمع هنا الجنجايفال مارجن may be traumatized of foot back foot backs between the denture and the proximal tooth surface اذا تجمع لي اكل وهو اثناء الحركة يتحرك جنجايفالي فراح يضغط الاكل على الجنجيفا اكثر ويسوي لها الروتيشن وممكن يسوي لي وجينج بتوين ذا تيث ممكن يخلي الاسنان تتفارق يسوي مسافات فتحات بين الاسنان هذه اللي هي قلنا خلينا الريست ميجيالي للتوث يعني away from the saddle استعملناها ويا free end saddle الريتينتيف تب دخلت جوا ال height of contour زين فلما يصير عندي force تريد هذا class 2 liver action لما عندي فورس هايد او فورس اوف ريموفال الدنتشر اللي يطلع من نايه ايش راح يصير الضغط راح يزيد على الريست الاندر كات ما راح يعني ما راح تتحرك راح تتحرك باتجاه الهايت اوف كونتور يظل الدنتشر ريتينتيف من مكانه ما يوقع زين اذا العكس اجتني الفورس باتجاه التشو تشو وورد موفمنت هذا الميوكوزا راح تنضغط من تنضغط الميوكوزا ايش راح يصير الدنتشر ينزل من هاي الجهه يرتفع شوية من هاي الجهة الريتينتيف راح تنزل باتجاه الجنجيفا النوع الثالث اللي هو multiple circlet clasp هذا multiple circlet clasp يعني أكثر من دائرة it's essentially two opposing simple circlet clasp join at the terminal end of their reciprocal arm يعني شنو عبارة عن اثنين تخيلوهن اثنين إيكرات واحد ايكر وهذا الريفرس ايكر اللي قلنا يجي ميجيالي ميجيال ريست هذا ايكر وهذا ايكر متصلين اثنيناتهم شوفوا هذا التوث توث هذا ايكر وهذا ايكر الريسبروكال ارم مالتهم اثنيناتهم متصل سوية الريتينتيف ارم لا مفصولات الريسبروكال ارم متصلات سوية زين هذا يعطيني فد ميزة حلوة اللي هي سبلنتينج اكشن اذا كانت الاسنان بها موبيليتي فأستعمل هذا النوع ينطيني splinting action وهو رجد فما أستعمله بالفري اند سدل وعرفنا ليش الرجد ما يجي ويا الفري اند سدل بس الميزة الحلوة بي قلنا يعطيني splinting action مو بس هذا النوع أي نوع كلاس بهسه راح نذكره بعد بالمحاضرة يتصل بسنين بنفس الوقت معناته هذا ينطيني splinting action النوع الرابع اللي هو امبريجر كلاس أو يسمونه double ايكر أو modified crib clasp أو butterfly أو back to back أو spider هاي كلها تسمية لنفس نوع الكلاسب هذا الكلاسب تخيل أكو اثنين إيكر كلاسبات إيكرات عادية متصلات سوية وين منطقة اتصالهم من جهة الريست هسا راح نشوفه بالصورة essentially two simple circlet clasp join at the body cross section of the minor connector لازم يكون round to prevent wedging action حتى ما اسوي وجنج الوجنج اكشن يعني شنو يعني اخلي الاسنان تتحرك تتفارق فيما بينها indication most frequently used on the side of the arch where there is no edentulous space therefore used in class 2 and 3 and 4 not used in free and saddle زين استعمل هذا الكلاسب لما اني اريد امد الديزاين تذكرون عباره اللي قلناها cross arch stabilization لازم امد كلاس 3 وكلاس 4 للجهه المعاكسه فور كروس ارش ستابلايزيشن امد انا الكلاس ارش ستابلايزيشن اللنتشر امد للجهه الثانيه فور كروس ارش ستابلايزيشن واذا ما كان عندي فد مودي فد سدل هناك فد مكان مخلوع زين وين راح يصير الاتاتشمنت ويا الاسنان راح يصير بين سنين هو استعمل هذا النوع اللي هو البتر فلاي الادفانتجز له انه دبل سبورت هو يعني كلاس بين متصلات سوية فدبل سبورت دبل ريتينشن دبل برايسنج زين يعطيني صاير بالامبريجر اريا بين سنين فينطيني فود ديفليكشن
ما يخلي الاكل يفوت بهاي المنطقه، راح يسد السبيس الموجود بين الاسنان. وبما انه متصل بسنين ايش راح يسوي لي؟ سبلنتينج اكشن، زين، اللي هو هذا ايكرات اثنين متصلات من الريستات من البودي مالتهم، زين، متصلات بسنين، قلني راح يعطيني سبلنتينج اكشن. ديس ادفانتجز له الاكروزر ريست بريبريشن ماست بي ميد and tooth structure must be removed from buccal incline of both teeth to provide space for adequate thickness. زين، يعني الكلوزر ريست انا حافره هنا المثلث على هاي ومثلث هاي بس موسعه بيناتهم، زين، البكال انكلينيشن فاتحته على مود اوفر المكان مال ماينر كونكتر اللي راح يدخل بي، فالبريبريشن مالتها اكثر من البريبريشن مالت ريست عاديه. Also my separate teeth ممكن يسوي لي wedging effect بين الأسنان، هذه من أباو على occlusally هيك راح يكون شكله، rest على هذا التوث، rest على هذا التوث، reciprocal arm هنا، reciprocal arm، retentive arm، و retentive arm. النوع الخامس extended arm clasp. extended arm يعني شنو؟ يعني إيه؟ يعني ذراع طويلة، حتى يظل ببالكم. similar to clasp circumferential clasp cover two teeth، وعرفنا يعني شنو cover two teeth، زين، يعني نفس الكلاس بالسيركمفرنشيال لكن الارم ما تطويلة. it remain above the survey line for the of the first tooth، يهو الطويل مات الريسبروكال arm retentive arm، يمشي فوق السيرفي لاين مات اول tooth، والتوث الثاني يمشي فوق السيرفي لاين، والترمينال ثيرد مات وين راح يعبر بالاندر كات. must لازم يكون in gold when clasping to premolar، اذا انا مستعملته على البريمولارات لازم استعمله، لازم يكون من الجولد، واذا ويا المولارات لازم يكون كروم كوبالت. استعماله لما التوث اللي قريب على الصدل ما بي اندركات او بور اندركات، بس التوث اللي بصفه بي اندركات حلوه، فاني امشي ويا هذا القريب على الصدل اعبره، اروح على التوث اللي بصفه ادخل بالاندركات اللي بي، زين، غطالي السنيه يعني شنو؟ انطاني سبلنتينج اكشن و ديستريبيوت اللاترال فورس اوفر تو تيث، وزعها على سنين، هذا هو شكله. شوفوا الارم مالته شلون طويله، زين، مشى على فوق السيرفي لاين مالت الاول، مالت الثاني الاول جزء فوق السيرفي لاين، بعدين نزل تحت السيرفي لاين. شو وقت استعملته؟ شوفوا هذا السن القريب على الصدر، الاندر كات المبي اندر كات او بي اندر كات ما حلوه، فمديت الارم للسن اللي بصفه اخذت من عنده الاندر كات ريتنشن من الاندر كات مالته. بما انه الارم مالته زادت فالفلكسبيليتي زادت وياه، احنا اتفقنا من يزيد الطول يزيد الفلكسبيليتي، اذا زادت الطول زادت الفلكسبيليتي مالته، فانطاني ستريس بريكنج لايك اكشن. معناتها شنو؟ معناتها اقدر استعمله بالفري اند سدل هذا النوع. السادس اللي هو باك اكشن كلاسب، هو سنجل ارم كلاسب وذ سنجل ريست، يعني ارم وحده، ذراع وحده وريست وحده. اللينجوال سكشن لاي اباف السيرفي لاين ريجيد، يعني لينجوالي جزء اللينجوال مالته يمشي فوق السيرفي لاين ويكون ريجيد، اول جزء هذا ريست وحده وذراع واحد. اول جزء متصل بها اللينجوالي متصل بالريست وهو لينجوالي، هذا راح اعتبره الريسبروكال ارم مالته يكون رجد ويمشي فوق السيرفي لاين، راح يعبر على الجزء الفيشر سيرفس مالت التوث من الجهه الثانيه، هذا راح يمشي فوق السيرفي لاين والريتنتيف تب تدخل تحت السيرفي لاين، فيعتبره هذا الريتنتيف ارم. البروكسيمال بليت نير ذا سدل، يكون قريب على السدل، والريست away from the saddle تكون بعيدة الريست، هذه الريست مالته شوفوا هذا السدل هنا والريست مالته بعيدة عن السدل. advantages this clasp يكون flexible because it provides stress breaking like action therefore may be used with free end saddle، لأنه الطول مالته طويل ومتصل واحد، فهذا يكون فليكسبل واستعمله ويا الفري اند سدل. انديكيشن ان بكل تلتد بريمولر، هذا خاص لما عندي بريمولر
ومضطرة أني أخلي عليه كلاسب وهو تلتد، فأستعمل وياه هذا النوع من الكلاسب. أكو النوع الآخر اللي هو ريفيرس باك أكشن، يعني يشبه ذاك الباك أكشن بس معكوس. المانر كونكتر مالته كان وين؟ هذا بعيد عن قريب على السدل، هذا لا يكون بعيد عن السدل، والرست هي اللي قريبة على السدل، يعني عكس هذاك. أستعمله لما يكون عندي أيضا تب بريمولر وفري اند سدل لأنه فليكسيبل. Advantages: increase the length so increase the flexibility. الباك أكشن and reverse back action not first choice in molar، يعني أكثر استعمالاتهم بالبريمولر. من اللي يحكمني أستعمل الباك أكشن والريفيرس باك أكشن مكان الأندركات ميجيالي أو ديستالي، حتى أعرف راح أستعمل الباك أكشن أو الريفيرس باك أكشن، وقلنا هما الاثنين مقتصر استعمالهم على تلتد بريمولر. زين، النوع الثامن اللي هو رينج كلاسب سينجل آرم attached to the denture are the medial occlusal rest area and encircle the tooth completely. يتصل بالكلوزر ريست ويفتر داير مداير كلاس التوث ويرجع، يعني داير مداير يفتر بها ريست وحدة إذا كان هو upright molar، لكن المولر مالتي بفد روتيشن فد تلتينج أخلي بعد ريست إضافية وياه وأستعمله بالفري إن سدل. On mandibular molar the clasp encircle the tooth begin on mesiobuccal surface and terminate بالmesiolingual undercut. يبدي mesiolingually mesiobuccally وينتهي بالmesiolingual undercut. بينما بالمجزلة الدايركشن يكون معكوس، يبدي بليتالي أو mesiobليتالي وينتهي على الmesiobuccal undercut. البكل because of greatest length of the clasp، يعني لأنه طويل معناتها شنو؟ معناتها flexibility زادت فsupport أقل. it must be designed with additional support. شلون أني أزيد السupport اللي بيأخلي يسمونه أكفد bracing arm أو reinforced arm auxiliary إضافي، هذا هسه راح أشوفكم إياه بالصورة. البريمولر length مالته is less flexibility so no need for reinforcement arm. الreinforcement هذه اخليه فقط اذا كان عندي مولر، بالبريمولر ما اخلي الreinforcement لان هو اصلا الكراون صغير، يعني مو ذاك الطول الكلاس مو ذاك الطول فما ياثر على الريجيديتي مالته. the clasp should contribute little stability to the denture، يعني يعطي استابلتي قليل للدنشر. auxiliary bracing arm brought up from the saddle and join the clasp distally on the non-undercut side. هسه نشوفها وين موجودة. additional distal occlusal rest قلنا هو rest وحدة. additional rest إضافية من جهة الدستال أخليها لما يكون عندي التوث tilted. زين، additional distal occlusal يعني additional support will prevent further movement of medial inclined tooth. هو التوث صار بـ inclination جهة الميجيال، وانت خلي عليه medial rest راح تنزله ميجيالي اكثر، تنطي tilting اكثر، فش اسوي؟ اخلي بعد rest ثانية من جهة الدستال حتى يكون الضغط منازل على التوث من الاتجاهين ميجيال وديستالي وما يزيد الميلان مالته. ring clasp is indicated in tipped molar that to say isolated tip molar. molar باقي وصار بي يعني tilting isolation isolated و tilted. استعمل عليه الرينج clasp. must mandibular molar drift in mesiolingual and maxillary يكون بها mesiobuccal. هاي اتجاه الانكلينيشن مات الاسنان ورا ما تنقلع الاسنان الادجيسنت الها. ring clasp should not be considered on mandibular molar. زين، يعني الأفضل إنه ما نستعملها. where the attachment of buccinator muscle is so close to the tooth that auxiliary bracing arm incurs on it. ها إذا واحد بكم يسألني معلومة لك هذه، ليش أنا نادرا أستعمله بالمانديبولار مولر؟ لأنه الاتاشمنت مات الباكسينيتر مصل، زين، وإحنا قلنا وين لازم يكون؟ يمشي بكالي هو وياها، فالباكسينيتر مصل راح يعني يضغط عليها هاي المنطقة. when bracing arm cross the soft tissue undercut
همينة ما أقدر أستعمله. زين ال هو هذا السيركمفرنشال قلنا عبارة عن ميجيال ريست متصلة بالبادي، والكلاس هو عبارة عن ارم وحدة يبدي من عندها يحيط السند داير مداير وينتهي بالروتين تفتب. احيانا نضطر نخلي له ريست ثانية، اوكلوزر ريست، اوكزيلاري ريست ثانية. والاوكزيلاري ارم هذا قلنا اللي ينطيني الرينفورسمنت، هذا وين نخليه؟ نخليه من هاي الجهة، اذا بالابر ردت اسوي له رينفورسمنت لان الطول ما تزايد الفلكسيبلتي، يطلع من هنا يروح للميجر كونكتر، هذا اذا ردت اسوي اني رينفورسمنت. زين هذا السيستم مهم، وهو تقريبا هسه اكثر انواع اللي نستعملها اللي هو ار بي اي كلاس سيستم. ار مختصر، هذا الار بي اي هي مختصر، الار هي الريست وتجيني ميجيال ريست، البي بروكسيمال بليت، واي الايكر. فالار هي الريست اولويز ميجيال كاريد باي ماينر كونكتر ويتش وذ بروكسيمال بليت ميك فيرتيكال ريسيبروكيشن، دائما ميجيال ريست ومتصل بالبروكسيمال بليت. البي هي البروكسيمال بليت، هذه ميجيال ريست وهذا البي بروكسيمال بليت اللي إلها. The longer the span the less contact between the plate and the tooth، كل ما كان السبان المنطقة اللي بيها missing أكثر الكونتاكت بين الريسبروكال arm والتوث تكون أكثر أقل، ف stress breaking action أو stress releasing action. والال A اللي هي acre retentive arm run over the height of contour and relief under it under it in the shoulder and middle to prevent inter undercut if tissue ward force disengage tooth if the tissue away force utilize more undercut designage tooth. يعني هذا احنا الريتنتيف ارمات راح تمشي لفوق الهايت اوف كونتور واسوي ريليف شويه جوا الشولدر بالميدل اريا. لما يصير عندي تشو وورد موفمنت، لما يعني الفورس تضغط التوث ايش راح يصير بيها؟ راح تنزل يعني ديس انجيج من التوث، راح تطلع من التوث تتحرك جنجايفالي، واذا تشو اواي موفمنت اذا يريد ينزع الدنشر راح تجي باتجاه الهايت اوف كونتور، يعني تدخل بالاندر كات وبعدين الديس انجيج التوث. الكومباينيشن كلاسب، كومباينيشن كلاس هو عبارة عن سيركمفرنشال كلاس شايلين الروت الريتنتيف ارم مالته، هذا سيركمفرنشال كلاس، سيركمفرنشال كلاس شايلين الريتنتيف ارم، هذا ريسبروكال ارم وهذا الريس مالته شايلين الريتنتيف ارم. شو مخلين بمكانه؟ مخلين روت واير، جايبين هذا الواير نفسه اتفقنا اللي انتم تستعملونه، روت واير مخلينه بمكان الريتنتيف ارم. ينطيني بريسنج ان ريتنتيف ارم اورجينيت فروم ذا ديستال ريست، من الريست هذا. الفائدة إلى انه الروت واير فلكسبل قلنا لانه فبرلر ستراكتشر وراوند كروس سكشن فلكسبلتي مالته اكثر. ديس ادفانتجز انه هي خطوة اضافية، زين، واستابلتي يعطيني قليل وممكن ينكسر بسهولة بالاستعمال الخاطئ مالة البيشنت. شو وقت استعمله؟ استعمله انا من استعملته هذا ايكر عادي، من شلت الريتنتيف ارم وخليت هذا مكانه روت واير زادت الفلكسيبلتي مالته، صار مو ريجيد صار فلكسيبل، فمعناتها اقدر استعمله بالفري اند سدل، واقدر استعمله بالتوث بورن كيسز ان بور بروجنوسيس فور بوستيرير اباتمنت. زين اذا الاباتمنت بوستيريرلي هو موجود بس بموبيلتي او بور يعني متوقع اني راح اقلعه فاستعمله وياه. وميجيال ريست اند انفرا بولج ابروتش نوت بوسيبل، اذا ما اقدر استعملت الميجيال ريست او يعني ما اقدر استعمل نوع ثاني غيره فاستعمله هو هذا. عندي الفول جاكسون كريب كلاس هو روت واير اورجينيت فروم لينجوال كروس كروزر سيرفيس تو يوز تو بكال اندر كات.
يقول على البري مولر اند مولر ان كيس اوف فري اند سدل، لانه هو قلنا روت واير يعني فليكسبل كمان وذ تمبراري ار بي دي، وهو هذا النوع اللي انت استعملته اتصور انت اشتغلته بالمختبر عندنا. الروت واير كلاس الجيج مالته 0.07. عندي اكو لك الكريب اللي هو كامل يمشي على التوث ويكمل، وعندي السبلت كريب وين كات اون ذا بكال سايد، وهالف كريب وين دازنت ريتش تو اذر اوكلوزال امبريجر، هذا هالف ونص، هذا الكريب هذا هالف ما واصل كله، وهذا كامل كريب يبدي من هناك يطلع من الميجر كونكتر ويعبر على الاسنان ويرجع للجهة الثانية، وهذا الديزاين انتو اللي سميناه سي واشتغلتو بالمختبر. عندي ميجو ديستال كلاسب مور او هايلي ريجيد كلاسب may be used when clasping upper canine and premolar where there is little undercut on the buccal surface of the canine or that is aesthetically displacing to clasp this tooth. استعمله وين قلنا على الكلاسب على الكناين وعلى البريمولر، ما اقدر استعمل الكلاسب يوصل يعني وياه الريتنتيف ارم يمشي فوق الهايت اوف كونتور، فاستعمل هذا النوع لانه استاتيكلي احلى. شوفوا شلون جاي بليتر للتوث، هذا صار مثل الهوكس اثنين على السيرفس على السايد مالت التوث. استعمله لما عندي isolated or prepared canine must never be employed without using stress breaker لانه قلنا highly rigid، فاذا اريد استعمله ويا class 1 او class 2 لازم استعمل ويا stress breaker او استعمله فقط مع class 3. اذا استعملته على البريمولر راح يسمونه على يسمونه الاكويبوزي كلاس، وهو نوع من الاستاتيك كلاس. استاتيك كلاس يعني لما البيشنت يبتسم ويتكلم تكون ما موجود يعني ما تاثر على الاستاتيك، هاي الكلاسبات اسميها الاستاتيك كلاس. عندي الريكارفد كلاس اللي هذا هو بالصوره، this is done when there is no undercut away from the saddle. عندي هذا سدل وجيت سويت سيرفينج للتوث، باوعت التوث غير المفروض هاي الميجيالي هاي الريست وطالع من ذا الريتنتف ارم يروح الاندر كات الميجر، سويت سيرفينج للتوث ما لقيت ميجر اندر كات، ماكو هنا اندر كات بي، فاضطريت استعمل الاندر كات اللي قريبه على الصدر، فاستعملت اني الريكيرفد كلاس انديكيتد بالفري اند صدر، المين انديكيشن مالته بالمين بالفري اند صدر، والريتنتف والاندر كات موجوده من جهه الصدر. half and half اللي هو split clasp assembly هذا have two minor connector مفصول هو جزئين صاير، وبي minor connector اثنين، وحدة تحمل لي reciprocal arm وحدة تحمل لي retentive arm، فال encirclement مالته مو 180 درجة كاملة على التوث، هذا شنو هذا broken encirclement و broken contact، بها two restart وحدة خليها على الريسبروكال ارم وحده الريتنتيف ارم، نستعملها بالايزوليتد مولر ميك سبلنتنج اكشن اون توث. زين اذا شويه بي موبيليتي راح يسوي سبلنتنج اكشن لهذا التوث نفسه، ميبي وذ اوكسيلري ريست اون ذا ادجيسنت توث ان كيس اوف ويك اباتمنت تو ديستريبيوت الفورس اوفر تو تيث اند ماي نوت. يعني احيانا التوث هذا كلش ويك فاسوي له سبلنتنج اكشن ويا السن اللي بصفه، هنايا عندي سن بصفه هذا هنا اكو سن، فش اسوي اني هذا السن اقدر الريست مالتي اني مو مخليتها على هذا الفور هذا الفايف، اقدر اخلي الريست بعد على الديستال مالت الفور من عنده، فراح يعني توزع اللود على الفور والفايف اثنيناتهم، وزيد لي يعني سبلنتنج اكشن لهذا الويك اذا كانت الفايف ويك اباتمنت. الاون لاي كلاس هذا اون لاي كلاس هذا تشوفونه بالصوره، الخط المتقطع هذا هي التيث، هذا سطح التوث توث سيرفيس، هو رجت نوت يوز ان فري اند سدل، ينطيني جاني على اكثر من توث، يعني شنو انطاني سبلنتنج اكشن على هذه التيث،
done in caries free person. شوفوا ايش قد مغطي انا من الاسنان، فالبيشنت اللي عنده susceptibility عالية للكاريز ما استعمله وياه. هو شكله عبارة عن الكلوزر ريست ما تبعها الريستات كلوزر ريست، ما حضرت لها مثلث مثل الريست العادية، لا غطيت كل التوث سيرفس بيها، لذلك سميتها اونلي ريست. زين، فش فادتني؟ فادتني انه كلوزر بلاي هنا أنا مو عدله، الاسنان صايره اندر اوكلوجن ناصيه، رفعت الاوكلوجن مالتها، عدلت اوكلوزر بلاي، واستفادت من عندها بنفس الوقت ككلاس. فاستعملها اني لمن الاباتمنت انفرا اوكلوزر. زين، الايديال ايكر بها اثنين ريتنتيف ارم، ايديال ايكر يعني ما بي ريسبروكال ارم، اثنينات ريتنتيف ارم. هذا شو وقت استعمله؟ لما يكون عندي شورت سباين كلاس 3 باي سايد بليت. زين، يعني الماينر كونكتر مالته اخليه امده لينجوالي شويه سايد بليت يونيلاترال ار بي دي، اللي ما اسوي بيه كروس ارش ستابلايزيشن. زين، ما يعني يظل على جهه واحده، ما بي ميجر كونكتر، يعني مثلا عنده بجهه مقلوع من عندها بس 6 و 7 او 5 و 6 مقلوعات. زين، وما اريد امداني للجهة الثانية، اسوي ديزاين صغير على جهة واحدة، فاستعمل الايديال ايكر اللي هي الاثنيناتهم الارمز ما تكون ريتنتيف، واستعمله اضطر استعمله شو وقت بالمكزيلو فيشل بروسيس. يعني انا كديزاين على جهة واحدة وذات كروس ارتش ستابلايزيشن ما احبه، يصير صغير وبسهولة يبلع البيشنت، بس احيانا اضطر استعمله خصوصا في حالات المكزيلوفيشيال، يعني حالات شايل جزء نص من البلت، نص يعني نص من المكزيلا، نص من الماندبل، وين او ما اقدر امد للجهة الثانية، فاستعمل هذا النوع اللي هو ايديال ايكر. زين، هاي الانواع اللي ذكرتها اني هي السوبرا بلج او اوكلوزالي ابروتشينج الكلاسب. قلنا اكو نوع ثاني اللي هي الانفرا بلج او جنجايفالي ابروتش. زين، الابروتش ارم مالتها يجيها، يعني وهي تجي للتوث من جهة الاندركات من جهة الجنجفة، هي الفيرست تشويس بالفري اند سدل لانه فليكسيبل مو رجد كلاس، والاستاتيك مالتها افضل من الذاك لانه راح تقريبا تغطيها الجنجفة وتكون ليس فيزيبل. انواعها الاي بار اكثر نوع مستعمل، اكو اس بار، اكو واي تي ال يو. زين، هاي حسب الاشكال مالت الكلاسبات. شو وقت ما اقدر استعملها؟ لما عندي شلو فيستيبيول و require 4 ملم from free gingival margin 3 ملم for clearance and 1 ملم for thickness of arm، لازم تكون عندي هاي المسافة 4 ملم من الفري gingival margin من الفيستيبيول للفري gingival margin، اذا اقل من هيك ما اقدر استعمله. pronounced frenal attachment، اذا الفرينم كلش قريبة ما اقدر استعملها. no labial tooth undercut، cannot made lingual to prevent injury to the tongue. اذا كان شفت سويت surveying للكاست ماتي او للتوث ما بي undercut labially، فما اقدر استعمله لانه هي ما تتخلى lingual، هي تجي بس على labial او البكال سيرفس مات الاسنان. اذا كان عندي اندركات كلش كبيرة بالسوفت تيشو ما اقدر استعملها لانه راح يصير عندي فود امباكشن، و ديستوبكال اندركات همينة ما اقدر استعملها. اذا كانت الانسيركلمنت مالتها، هي طبعا الانسيركلمنت للتوث اقل من 180 او اكثر من 180 درجة احتاج، فما اقدر استعمله. تايب اوف بار عندنا، قلنا هاي حسب الشكل مالتها، تي بار هي most convenient bar clasp، both projection should point toward the occlusal surface of the abutment، retentive terminal must cross the undercut height of contour under the height of contour to engage retentive undercut، while the other finger of T stay on the supra bulge of the tooth. It doesn't pass bracing stability on the circumferential clasp، ما لها علاقة بال
برايسينج للتوث لأنه هي فلكسبل. احنا قلنا السيركمفرنشال راح يحيط مساحة كبيرة بالتوث، لكن هذا ما بيحاط نفس يعني أكثر من السيركمفرنشال أكثر من 180 درجة، لكن هذا ما بيحاط 180 درجة، لذلك راح يعني ما يعطيني برايسينج إفكت مثل السيركمفرنشال كلاس. في حالة الديستال إكستنشن الريتنتيف تيرمينال أوف تي كلاس ياخذ الديستوبكال أندر كات على التيرمينال أباتمنت توث اللي هو هذا الشكل مالته. إذا تشوفونه بهاي الصورة هذا اللي هو التي، هذا التي كلاس زين، هذا الريتنتيف وهذا النون ريتنتيف باقي فوق الهايت أوف كونتور. عندي واحد ثاني يسمونه موديفايد تي كلاس، يعني يشبه التي هذا، شوفوا شبه بس بموديفيكيشن. النون ريتنتيف اللي هذا اللي هو نون ريتنتيف اللي قلنا لازم يبقى فوق السيرفي لاين، هذا يشيلونه فيبقى بس الريتنتيف ارم اللي يدخل تحت الهايت اوف كونتور. الويثدرول يعني الشيء المحدود بهذا الكلاس يعني هو اصلا ما بي احاطه مثل السيركمفرنشال، ما بي برايسنج افكت، وهذه فالنوب اللي غنى هذا جزء من عنده، فصار عندي الحاطه النوب يعني صار بعد اقل على التوث. الواي كلاس اللي هو على شكل حرف واي هو عادة يقول لك T class be used with a height of contour on the facial surface of the abutment that is height on the medial and distal line angle. نفسه لكنه نفس T لكنه هذه ما تكون على شكل Y، هذا استعماله حسب مكان ال height of contour ما تتوث. وال I bar، I bar هو بس arm طالع على شكل حرف I use على the distobuccal surface of canine. البار من استعمله واحدة يجي على الديستوبكال سيرفيس مالت الكناين وبريمولر فور استاتيك بيربس، لما يكون بعيد يكون لس فيزبل. الانسيركلمنت مالته وبريسنج مي بي كومبرومايز بيكوز اونلي كونتاكت ذا ريتنتيف كلاسب وذ ذا اباتمنت هي التيب اوف ذا كلاسب، هذا يكون كونتاكت ويا بروكن كونتاكت زين. بروكن كونتاكت، بروكن كونتاكت لانه قلنا مو مثل السيركمفرنشال متصل بالكراون دار مداره، لا منطقه الاتصال راح تكون بس ويا التيب اوف ذا كلاس. الشكل مالته ما رسمته هنا بس تخيلوا هذا الاي بار طالع هيجي زين، ما بي هذا الجزء يعني بس جزء عمودي وصاير بالديستوبكال مالت الكناين والبريمولر. ها هنا يا مرسوم هسه نشوفه البول اند سوكيت كلاس اللي هو هذا بول اند سوكيت كلاس، لما ماكو اندر كات بالتوث زين استعمل هذا انه اني اخلق الاندر كات هنايا راوند بلاتينايز جولد، لازم يكون بلاتينايز جولد ميلتد تو فورم ا بول ات وان اند، اسويها على شكل بول. This end terminate on buccal surface of the tooth where a gold inlay is made، يعني اسوي انلي هنايا حشوه على التوث، اسوي لها بريبريشن واسوي لها حشوه من الجولد، واسوي لها الارم هذا الكلاسب اسوي من الجولد ايضا. هذه انواع البار حسب التسميه مالتها، التي بار الريتنتيف ارم تحت الهايت اوف كونتور والريسبروكال ارم فوقه، ال بار هذا شكل حرف ال، والسي بار حرف سي، الاي بار هذا اكثر نوع مستعمل. الاي بار يجي قلنا لازم بالديستوبكال، هاي هسه حاط صاير بالنص، اذا احد يسالني انت هسه قبل شويه قلتي بالديستوبكال مالت الكناين مالت بريمولر، هذا الوش صاير هنا بالضبط بنص التوث، اقول لك هذا جزء من سيستم اسمه ار بي اي سيستم هسه راح نناقشه. هذا اليو شيب بار وهذا الاس بار، شفتوا تسميتها حسب الشكل مالت البار. هذا هو الابروتشنج ارم، شوفوا هذا ابروتش ارم رايح للماينر كونكتر للميجر كونكتر، هذا ابروتش ارم، هذا ابروتش ارم، هذا هماتين، هذا ابروتش ارم، هذا ابروتش ارم. الار بي اي سيستم ار بي اي كلاس مثل شبيه بالار بي اي، ار بي اي اللي ار هي ريست دائما ميجيالي، البي بروكسيمال بليس ديستالي، والاي بار اللي هو بكالي مكان البار مالته يكون على البكال سيرفيس مال التوث بمنتصف التوث سيرفيس.
البيست مال الكونكتر انا بروكسيمال بليت ريسبروكيت فيرتيكال ريسبروكيشن، هو هذا الريست قلنا سوري الريست والماينر كونكتر والبروكسيمال بليت تعطيني فيرتيكال ريسبروكيشن. البروكسيمال بليت صايره باتجاه لينجوالي شويه ماشيه لينجوالي، خلينا نشوف اذا اكو صوره لولا. هذا هو الاي بار، شوفوا هذه البروكسيمال بليت مالته تروح باتجاه اللينجوال مالت التوت، يعني مو بس على البروكسيمال سيرفيس، جايه شويه بروكسيمالي حتى تعطيني بريسنج افكت للتوت. وشوفوا الكونتاكت مالته بوينت كونتاكت بس ويا الريتنتيف تيب مالت الاي بار. زين ريتنتيف ارم بالمد بكل اكسبت بالكناين يخلوهم يجي بكلي. المينيمم 4 ملم او فيستيبيول احتاج، ليش قلنا احتاج 4 ملم؟ 3 مسافه من فريج جايفال مارجن ووحده 1 ملم ثيكنس مالت البار. الدستو بكل اندر كات نوت يوزفول، لانه اذا وديته على الدستو بكلي يعني صار الاحاطه اقل من 180 درجه، فراحت من عندي شرط من شروط الريسبروكيشن. كراتشوفيلي develop a system that include the medial rest eye bar retained and long guide plane extend into tooth tissue surface اللي هو هذا السيستم. الميجيال ريست يعني الريست موجودة ميجيالي. function of the medial rest provide vertical support against occlusal rod يعني ما تخلي تشوارد movement. The distal extension cases the most distal rest are placed on medial aspect of the tooth. زين اخليها اذا هو يعني الموست ديستال ابعد ابوتمنت استعمله اخليها ميجيالي، ليش؟ حتى التيبنج فورس حتى تمنعني الروتيشن على حوالين الفلكرم، تمنعني التيبنج فورس على الابوتمنت ميجيالي. زين الانتيريور بليسمنت اوف ذا ريست هيلب verticalizer force occlusion على البيرنج ميوكوزا اندر، تخلي الفورس تنزل لي فيرتيكالي على الميوكوزا. زين نجي على البروكسيمال بليت، البروكسيمال بليت تكون اللي هي هذه بروكسيمال بليت قلنا تروح هي على بروكسيمال سيرفيس بس تروح شويه لينجوالي على التوث. زين تمتد باتجاه الاتاتش الجنجيفا 2 ملم. الاي بار هذا الاي بار الريتنتيف ار مالته، هذه الابروتشنج ار الريتنتيف ار تجي قلنا على منتصف التوث، هذه على منتصف التوث سيرفيس. هو انفرا بلج ريتينر وير اتس تيب وذ فليكس انجيج الاندر كات ات ذا هايت اوف ميديو ديستال كونتور تو الاو ذا تيب موف باسيفلي انتو ذا ميديال امبريجر سبيس وان اكستنشن بيس ريسيف اوكلوزال لود. زين احنا قلنا نخليها على منتصف السن بالكناين بس بالبريمولر تروح شويه ديستالي، او بالبريمولر بالعكس ديستالي بالوسط بالكناين شويه ديستالي. زين فهذه من يجي عليها اللود مالت الدنشر بيز من هنا من تتحرك دنشر بيز هذا ايش راح يصير؟ راح تروح على الميجيال اندر كات تحاول انجيج بيها. كارول العالم كارول develop a modification that studiously above avoid tooth preparation provided by كراتشوفيلي. ايش سوى هذا؟ انطاني يعني modification شوية على السيستم مالت كراتشوفيلي. ايش سوى لي؟ قال لك الميجيال ريست اخليها على توصل لحد الترينجولار فوسة. زين وعلى الكناين اخليها بس على الميجيال مارجنال ريج. بالنسبه للبروكسيمال بليت ايش سوى؟ الجايدنج بلين قصرها، سوى الهايت مالتها 2 الى 3 ملم الهايت اوكلوزو جنجايفالي. زين والاتاتشمنت ويا التوث مليم واحد، يعني سوى ريليف بينها وبين التشو. خلينا نشوفها بالصوره هنا، خلى ريليف بينها وبين التشو حتى من يتحرك. هاي شوفوها قصر هذه البليت قصرها خلاها اكثر 2 الى 3 ملم ميجيو او اوكلوزو جنجايفالي.
الاتاتشمنت مالت التوث قليل صارت هناي، وخلى ريليف من جهة الجنجيفا ريليف بينها وبين التوث، ما صار ان كونتاكت ويا التوث. حتى شنو لما يصير هنا داونورد موفمنت تنضغط الميوكوزا بالفري انستدر، ايش راح يصير؟ هذه الاي بار راح انجيج بالاندركات اكثر، وهذه راح تتحرك باتجاه التوث سيرفس حتى ما تسوي لي هارمفول افكت. يعني هذه راح يصير بهالشكل، يصير ما عليه هيك لما ينزل ينضغط من هاي حتى ما تسوي لي هارمفول افكت على الدنتشر مالتي. ايش سوى بعد؟ الاي بار ريتنتيف ارم بليس توورد الميجيال امبريجر، خلاه شوفوا ما خلاه بالنص، خلاه شويه ميجيالي توورد الميجيال امبريجر سبيس تو اتشيف مور افيشنت ريسيبروكيشن فروم ذا ريسيبروكال بليت. اوكلوزال فورس اون ذا اكستنشن بيس ديس انكيج ريتنتيف تيب تو ذا ميجيال امبريجر. فمن يوصل هنا يصير عندي ضغط هذا السدل هنا فري اند سدل، قلنا البليت بروكسيمال بليت راح تتحرك باتجاه التوث، لان هنا ريليف عندها حريه حركه، وبنفس الوقت الاي بار راح ينزلق باتجاه الميزيال اندر كات. زين هسه اريد اقارن ما بين الاوكلوزال والجنجايفال ابروتش كلاس من ناحيه يعني الناحيه الفاريبل اللي راح اقارنها عندي ريتينشن. الاوكلوزال ابروتش يكون less ريتينشن، وقلنا الجنجايفال ابروتش اكثر بوش تايب. البرايسنج ذاك الاحاطه للسن اكثر من 180 درجه فيكون اكثر، بينما البرايسنج هذا يعطيني ستريس بريكنج افكت بيكوز ذا انكريز فليكسيبيليتي اوف ذا ريتينتيف ارم ات دازنت كونتريبيوت تو برايسنج اند ستابلايزيشن از موست سيركمفرنشال كلاس. لانه شفنا احنا طوله طويل بلس انه الماينر كونكتر اصلا المتصل بي اللي هو الريسبروك اللي هو ابروتشنج ارم هو فليكسبل. زين من اللي يسوي لي اكثر كاريز؟ الريسبروكال ارم يسوي لي ذاك اكثر. ليش؟ لانه احاطه بالاسنان اكثر. من اللي ينطيني اقل البار اقل كونتاكت فالاقل كاريز يسوي لي اياه. جنجايفال هيلث منو احسن؟ من يسوي التروما للجنجيفا البار، لانه راح يعبر فوق الجنجيفا، سيركمفرنشال ما له علاقه بالبار. استاتيك ياهو احلى، البار احلى بالاستاتيك. توليرانس المريض يفضل الجنجايفال ابروش يفضل اقل من السيرفايكال او من الاوكلوزري ابروش من الكلاس من السيركل او الايكر. زين ودائما يشتكي من الاي بار، يشتكي من الفود اكومبليشن. زين هاي بالنهايه ايش سويت انا؟ حاولت اختصر لكم اياها المحاضره في ملاحظات بسيطه حتى تظل ببالكم. مثلا اذا يجيكم سؤال على الكلاسبات اللي بها ريستين، منو عندنا كلاس بي ريستات اثنين؟ عندنا الرينج والهالف اند هالف كلاس. زين من هي الكلاسبات اللي تعطيني سبلنتينج اكشن؟ اكستندد ارم كلاس، الامبريجر اللي هو دبل ايكر، والمالتيبل ايكر كلاس. زين من هي الكلاس بتعطيني بريك ستريس بريكنج اكشن؟ الار بي اي ار بي اي والكومباينيشن كلاس. منو الكلاس بتعطيني ستريس بريكنج لايك اكشن؟ لانه انكريز الفلكسيبيليتي مالتها، يا هي الفلكسيبيليتي مالتها تزيد. الاكستندد ارم، الرينج كلاس اللي ما بها رينفورسمنت، مو اللي بها رينفورسمنت، الباك اكشن والريفرس باك اكشن. زين نجي على اللوكيشن مالت الكلاس، وين موجودة؟ لازم locate around the periphery of the denture and resultant of their force should be near to the center of gravity of the denture. وين المكان مالته؟ المفروض يكون على الأطراف، موزعة على الأطراف بالتساوي وقريبة على المركز مالت الجرافيتي. إذا استعملنا أربع كلاس باتاني مستعملتها، زين هو راح يكون هو هاي الايديال على الاربع الاركان من الدنتشر، اربع كلاسبات هاي الايديال وافضل شيء. ايديال ارينجمنت والدنتشر لاي وذين ذا كوادريلاترال فورم باي جوينينج، يعني اذا انا جيت وصلت مسافه ما بين هذه الكلاسبات راح يكون عندي مربع، الدنتشر راح يصير داخل هذا المربع فهذا ينطيني الايديال. اذا انا مستعمله ثلاث كلاسبات، زين اوصل بيناتهم خط راح يصير عندي مثلث، فالدنشر مالتي
as much as possible لازم يكون من ضمن هذا المثلث زين، فيكون more favorable than for clasp to increase simplicity of the design but with regarding to another factor. لكن إذا اعتبر يعني إذا قارنا بالأبو أربعة اللي هو أبو أربعة كلاسبات زين، من ناحية السيمبلسيتي نقول لك أحسن هذا سيمبل يعني الديتيلز اللي بيه أقل، لكن من ناحيات من البريسينج وباقي الإفكت لا هذاك أو الأربعة أحسن. إذا بس كلاس بين استعملناها هذا راح يكون ستريت لاين، أوصل بيناتهم على شكل ستريت لاين زين. The location of the retentive terminal وين راح يكون؟ بالcircumferential والبار تايب retentive terminal located على medial and distal line angle تكون near the gingival third. The facial or buccal position of retentive terminal preferred of the lingual use of lingual surface. أفضل شيء retentive arm يكون من جهة البكال والreciprocal arm من جهة البليتال أو اللينجوال. وas a general rule if buccal retention is selected on one side of the arch it should be opposed by buccal retention on the opposite side of the arch. يعني اذا اني مخلي retention على مولارات من جهة اليمين بكالي لازم اروح على المولارات اللي من جهة اليسار بكالي واخلي عليهم retention هناك زين، حتى equivalent يكون الضغط متساوي من الجهتين with two exception عند استثنائين have double retentive نستعمل بيها double retentive شو وقت احنا قلنا اللي هو سميناه الايديال ايكر and bracing must be used زين. هاي الاكسبشن مالتها the first exception اليونيلاترال بارشال دنتشر اللي هو صغير مسوينه من جهة الوحدة احنا زين، هذا اللي قلنا نستعمله بجهة وحدة ونستعمله ويا سميناه الايديال ايكر اللي هو اثنيناتهن retentive arm ماكو reciprocal arm. والاكسبشن الثاني نقدر نستعمله بالابو ماكسيلو فيشال بروسيسز اللي هو اصلا ما عنده نص ثاني طاير مطايرينه شايلينه ويا الليجن زين. placement of retentive arm وين مكان الretentive arm افضل اخليه باللور ثيرد اوف ذا توث حتى يقلل التيبنج فورس improve the aesthetic and prevent occlusal interference. يعني عشان prevent occlusal interference يعني قلل احتمالية انه البيشنت من يطبق اسنانه التوث اللي opposite له يطخ بي زين. kind of contact of clasp with the tooth الكلاسب شلون راح يصير بي يعني attachment ويا التوث عندي contact line contact و area contact. line contact على شكل خط اذا انا مستعمله الكلاس مالتي الكروس سكشن مالته دائري مثل روت واير هذا من يطخ بالسن راح يطخ بي على شكل شنو على شكل خط خط رفيع داير مدار السن. الادفانتجز مالته الاحتكاك اقل والفلكسبيليتي مالت الروت واير تكون اكثر فيعطيني ستريس بريكنج اكشن زين. الاريا كونتاكت يعني منطقه اتصال على شكل اريا على شكل مساحه سطحيه مو على شكل خط هذا لما أنا أستعمل النص دائرة مو دائرة كاملة فراح النص دائرة هذا النصف القطر كله راح يصير على contact ويا التوث سيرفس فالretention مالتي يعطيني firm retention زين. فتلت السترين on the clasp tooth راح يحول القوة مالته الضغط راح يضغط بيها على الكلاسب التوث يغطي لي مساحة سطحية أكثر من اللاين زين. وعندي النوع الثالث اللي هو point contact يتصل بالسن بنقطة واحدة قلنا منو هذا اللي الكلاسب اللي يتصل بالتوث بنقطة واحدة بس هو البار كلاس بس الretentive tip مالته راح تتصل بالتوث زين. with the tooth isn't a true point but يعني هي بالحقيقة مو نقطة إذا نريد نجي نكبرها وهاي ونشوفها مو نقطة نقطة بالفعل لكنه مساحة هيك سطحية صغيرة راح يتصل بها الكلاس مع التوث سيرفيس.